المشروع عبارة عن مشروع استراتيجي جدا. المشروع الأول النوع على مستوى شمال سوريا، يعتبر هذا المشروع إقامة قناة تصريف مياه مطرية وحيدة، يعني بنسميها أونلاين، يعني ما هي مع الصرف الصحي، هي قناة خاصة بتصريف مياه المطر. الطاقة الاستيعابية للقناة 8.5 مليون لتر، كل ربع ساعة قادرة على تصريف المياه. المشروع المرحلة الأولى تكلف 2 مليون دولار بحوالي 7 كيلومتر. لسه في مرحلة تانية كمان 2 مليون دولار لحتى نوصله لحدود 12-13 كيلومتر. المشروع مدروس من الناحية الاستراتيجية، كمان عندنا كمان بمرحلة لاحقة راح نعمل سد لتصريف مياه الأمطار، نخزن فيه مياه الأمطار بطاقة استيعابية توصل ل60 مليون لتر، يمكن الاستفادة منها في فصل الصيف كمان لزراعة الأراضي. نحن بمدينة كوباني أثناء نزول المطر كان يصير عندنا فيضانات كثير، في حال يعني البلد كانت لها شكاوي كثير خاصة بوطن غربي، فقامت البلدية بإنشاء مشروع تصريف المياه من قبل المدينة لاتجاه الشمال. نحن الآن بدأنا بالمشروع، عم ننفذ المرحلة الأولى. المرحلة الأولى 3.5 كيلومتر يمر من قلب المدينة، بما أنه المشروع عم بيمر من نص المدينة ففي عوائق صرف صحي، في عوائق كهرباء، في عوائق المياه. نحن ماخذين مع يعني منسقين معهم كثير مباشرة، أي عطل يصير معنا مباشرة ننسق معهم يجي يمشوا لنا إياه.